يعني يبدو أنه منذ فجر اليوم كانت هناك محاولة من طرف الجانب الأوكراني أو المجموعات النازية للقيام بعمليات إرهابية داخل قريتين قريبة من الحدود. يبدو أنهم نجحوا في التسلل إلى هاتين القريتين، وخاصة نحن نعلم أن الحدود وعرة وهناك غابات، ويبدو أن هذه يعني العملية تعتبر يعني إرهابية بكل ما للكلمة من معنى، لأن المهاجمين يعني أصبحوا معروفين حتى بالأسماء للقوات الروسية يعني للجهات الروسية، وبعضهم معروف بانتماءاتهم إلى القطاعات الفاشية النازية، وهم منذ فترة طويلة مقيمين في أوكرانيا. يعني أحدهم أو بالأحرى اثنين من هؤلاء المهاجمين منذ فترة طويلة هربا من روسيا ويعملان مع القطاعات الفاشية. لذلك يعني مسألة دخول ضيعة أو مسألة دخول قرية وإطلاق النار على مدنيين، وخاصة أن هناك رجل أو هو سائق سيارة تم قتله، بالإضافة إلى يعني طفل عمره 10 سنوات بحالة مستقرة الآن في المستشفى، يعني هذه العملية تدل على أن المنفذين لديهم نوايا إرهابية، لديهم نوايا لقتل أكبر عدد من المواطنين المدنيين، ويحاولون ترويع هذه يعني ترويع سكان هذه المنطقة. هذا إن عبر عن شيء يعبر عن الإفلاس الذي وصل إليه نظام كييف، والذي بدأ يعتمد هذه الأساليب الإرهابية. هو قام بعمليات إرهابية قبل ذلك، لكن هذه الطريقة تذكر المواطنين الروس بالعمليات الإرهابية التي كانت تحصل أثناء حرب القوقاز، يعني الحرب الشيشان الأولى والثانية. لذلك إذا أراد زيلينسكي من وراء هذه العمليات بث الخوف والرعب يعني في الأوساط الشعبية أو الأوساط الميدانية، يمكن أن ينعكس عليه سلبا، لأن الشارع الروسي لا يمكن أن يقبل هذه الأعمال الإرهابية، هذه الأعمال الإجرامية. وحتى لو كان بعض يعني أطياف الشعب الروسي لديه ملاحظات على هذه العملية أو أنه يريد أن يكون الحل سلميا، يبدو أن هذه العمليات الآن التي بدأ يعني يشجعه هذا النظام، وإن عبرت عن شيء فإنها تعبر عن العجز الذي يحصل والهزائم التي تحصل في منطقة دانييسك. هذا يمكن أن يعيد يعني بعض أطياف الشارع الروسي يمكن أن تعيد النظر في آرائها تجاه أوكرانيا وخاصة تجاه نظام كييف، وتعود إلى يعني دعم السلطات الروسية القيادة الروسية في مواقفها. هذا من شأنه أن يغير كثير على أرض الواقع، وأن يعني يعطي دفع وطنية كبيرة حتى إلى الشباب الروسي إذا استمرت هذه العمليات، إلى الشباب الروسي من أجل التطوع والالتحاق طوعيا بوحدات الجيش. إذا مسألة العمليات الإرهابية واستهداف المدنيين، هذه لا يمكن أن يقبل بها الشارع الروسي أو أن يرضى. ولذلك يمكن أن نتوقع يعني غدا أو بعد غد، وغدا هناك اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي، يمكن أن تكون هناك خطط للرد على هذه العملية، والرد يمكن أن لا يكون فقط على جبهات القتال، يمكن أن يطال الرؤوس المدبرة لهذا الهجوم، وخاصة أن عملية من هذا النوع لا يمكن أن تحصل دون تنسيق وتنظيم من يعني قيادات عليا في نظام كييف، وخاصة أنه قبل العملية تم استهداف نقطة تفتيش على الحدود بطائرة مسيرة. هذا يعني أن العملية منظمة ومنسقة مع الجيش الأوكراني، ولديها أهداف يمكن أن تكون أوسع بكثير مما حصل. لكن يبدو أن الوعي الوطني لدى سكان هاتين يعني البلدتين، ووجود والتأثير السريع لقوات الأمن الروسي، ويعني نجاحها في يعني اللحاق بهؤلاء يعني المتسللين، يبدو أنه قطع الطريق عليهم. والآن يعني آخر المعلومات تقول أنهم ملاحقون، ويمكن أن يتم القضاء عليهم اليوم قبل يعني أن يحل المساء.